السلام عليكم خاوتنا، مرحبا بكم. توجور عند مورات سيسبونسيو قصر شلالة ولاية تيارت. خاوتنا رانا طولنا عليكم، عندنا بزاف ما درنا لكمش فيديو. ليسونسيال خاوتنا الصحة عيدكم وكل عام وانتم بخير وربي يتقبل منا منكم صالح الأعمال. خاوتنا ندخلوا في صلب الموضوع. خاوتنا عندنا اير 19 هذه كما راكم تشوفوا فيها، عندنا مشكل. جانا السيد على مشكل، جانا من بعيد قال لي عندي مشكل تاع فيبراسيون. نهار اللي رحت سيتها خاوتنا ما عندوش مشكل تاع فيبراسيون، واش لقيت مشكل عنده الطوموبيل تاعو تصاشي، والمشكل هذا عنده عندك قلت لي واحد العام ياك خويا. خاوتنا الديفو هذا عنده السيد عنده واحد العام، ليسونسيال عاود صوالح وديها بزاف الناس وما راحلوش المشكل. ليسونسيال قلت لكم كي جا عندنا رانا سييناها خاوتنا، ونحوسو نشاركو معاكم هذا الديفو هذا باه كاش واحد صاري له مشكل هذا باه ما يتغبنش كيما تغبن السيد اللي راه معانا هكذا خاوتنا. ليسونسيال قلت لكم كي سييت الطوموبيل لقيت المشكل تاع التصاشي، كاين بزاف يقول التصاشي هذا شوفوا خاوتنا ديروا الشاطمه ديروا لي سيبور وسورتو لي سيبور موتور. وحنا وين لقينا خاوتنا وين لقينا المشكل؟ وين هات شو المفتاح خويا هذا الكوتي دروات ولا الكوش؟ شوفوا سيري خلاص النيميرو راه النيميرو خليتنا النيميرو ولا لا؟ ماركي النيميرو تاعو ياسين. اه سيري قلي سيري قلي خاوتنا كيما قلت لكم تصاشي هذا راه كاين بزاف صوالح يديروها خاوتنا. مي المشكل هذا معقد شويه شغل ما تديهاش فيه باللي هو يدير لك التصاشي في الطوموبيل هكذا خاوتنا. حنا وين لقينا المشكل خاوتنا؟ شوفوا تبعوا معنا مام في الطرطيق دير الطرطيق لقينا الديفو وين؟ شوفوا خاوتنا لقينا الديفو في السيلان بلوك تاع البيرسو. هاي وين السيلان بلوك تاع البيرسو خاوتنا؟ شوف كاين البولون هذا وكاين واحد اخر كيما راكم تشوفوا فيه هاو هنايا، وكاين زوج ساز هادو هادو خاوتنا نكومباريوهم بالسكنه. هادو شغل خاوتنا هادو هما البيليات تاع الطوموبيل، كاين بيليات تاع السكنه وهادو كيما قلت لكم هادو هما البيليات تاع الطوموبيل هكذا خاوتنا. باسكو على واش البيرسو الموتور كاع كلش رونفورسمون تاع الطوموبيل كاع محطوط على البيرسو خاوتنا هكذا. ليسونسيال كيما قلت لكم ها هي وين حنا الديفو وين لقينا، ها هو سيلان بلوك تاع البيرسو هذا خاوتنا. شوف يجي في الميغان ويجي في الكليو الجابونيه هكذا تجي حبه، هي في البيرسو تاع الكليو والاير 19 وميغان وكاين طوموبيله ثانيه واحد اخرين يجي حبه وحبه وحده برك هاي تجي هنايا. حنا واش لقينا؟ لقينا البولون شوف مبلوكي في السيلان بلوك مشوفي لداخل تسمى ما تنحناش ساهل، البولون لاحق البلاستو وقاعد الفيد هنايا. الفيد هذاك واش صرا الفيد هذاك؟ الموتور شغل راكز عليه تولي دير له تصاشي وتحس عند رجليك تحس واحد تصاشي قوي بزاف كاع ما تقدرش تسوقها خاوتنا هكذا. ليسونسيال حنايا رانا رقنا هذا المشكل خاوتنا، عاودنا كيما قلت لكم السيلان بلوك هذه تاع البيرسو والمشكل راه راح له رانا سييناها وعاودنا دخلناها درنا له السيراج وراها الطوموبيل مليحه. ونقدموا كلمه للسيد مول الطوموبيل. اروح اروح حضر اه وين ليش انت اللي سيتها معايا؟ اروح تهدر انت علاه ما تهدر خاوتنا. والسيد مول الطوموبيل ليسونسيال كيما قال نسيناها، واش رايك في الطوموبيل كي عاودنا هذا راهي مليحه الحمد لله، راهي في ام كنت في بري وملي ريقلناها كما راهي راح متربي سيناها راهي مليحه هذه هي خاوتنا. ان شاء الله باسكو قلت لكم الديفو هذا السيد تغبن باش لقينا دوكا، هو اول خطره راه جا عندنا. ليسونسيال حنا وفقنا ربي لقينا الديفو خاوتنا باسكو راه عنده عام وهو مسكين كاين صوالح يعاود صوالح وما راحلوش الديفو. كاش واحد خاوتنا مولا ميتي ها وين يروح لهذا ما ينساوهاش، ولا مول الطوموبيل ثاني كاش ما صرا لكم المشكل هذا؟ قلت لكم سيلان بلوك تاع البيرسو راه دير تصاشي ودير ثاني الطرطيق ما تنساوهاش، كي تريقلو صوالح ما راح لكمش الطرطيق واروحوا ليها عاودوها. وهذه هي خاوتنا وان شاء الله كنا فدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.